كما بعث معاليه برقية مماثلة إلى سعادة النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي هنأه فيها بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة وزن المتوسط متمنيا لسعادته دوام التوفيق في البطولات والمحافل الرياضية القادمة وأن يكون نموذجا للشباب البحريني الرياضي الذي يعلى من شأن الوطن العزيز